السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي عاملة الفيديو ده هوت، يعني هقدم لكم كده هوت أدعية. الأدعية ديت إن شاء الله كده هوت هتفتح لك إيه، أو هتفتح لك كل الأبواب المقفولة إن شاء الله وبأمر الله. بس الكلام اللي أنا هقوله لكم النهاردة، يعني يا ريت كده اللي انتوا يعني ترددوه كده هو تقولوه كل يوم، وبعد الصلاة يعني تقولوا الكلام ده هو تذكروه برضو في اي وقت، برضو الكلام ده هو الأدعية دي جميلة جدا جدا، وان شاء الله كده هتفتح لكم كل الابواب المقفولة. بس كل حاجة هقولها لكم دلوقتي هنقولها ان شاء الله كده 3 مرات. فيلا بينا يلا بينا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل حاجة تبقى ايه 3 مرات. ربي ارزقني بما لا اعلم كيف اطلب منك، فانت تعلم ما تحتاج نفسي. ربي ارزقني بما لا اعلم كيف اطلب منك، فانت تعلم ما تحتاج نفسي. ربي ارزقني بما لا اعلم كيف اطلب منك، فانت تعلم ما تحتاج نفسي. نستغفر ربنا بقى 3 مرات. استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اللهم نجني من عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجني من عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجني من عذابك يوم تبعث عبادك. استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم واتوب اليه. بس كده حبايبي، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله كده اهوت، وان شاء الله كده كل الابواب المقفوله تتفتح لكم، واللي بيعاني من اي حاجه ان شاء الله كده ربنا يسهل لكم، يعني يسهل لكم الحال كده اهوت. واللي بيعاني من مشكله او هم او مرض او كده او اي حاجه، فان شاء الله كده ربنا يتقبل يا رب، ويفتح لكم كل الابواب المقفوله يا رب. واتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده هوت عشان ايه، طبعا الناس اليومين دولت كلها كمان عشان فيروس كورونا، طبعا احوال البلد كلها صعبه، وطبعا الفيروس دوت مأثر على العالم كله وزي ما احنا عارفين، وطبعا الناس بتعاني من يعني من هم، يعني هم كبير كمان في قلة الرزق. طبعا الحظر يعني في البلد اليومين دولت كمان يعني مأثر على قلة الشغل، فربنا يا ربنا يا رب كده يطلعنا من يعدي الموضوع دوت على خير، وان شاء الله كده هوت نرجع تاني في احسن حال يا رب، والبلد كلها يعني والعالم كله يعني يتصلح حاله يا رب، ونرجعه تاني زي الاول واحسن ان شاء الله. امين يا رب العالمين. كان معكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي. يا ريت لسه متابعيني الاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتم تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا ومنتظره كده تعليقاتكم بالاستغفار، وربنا ربنا يفتح لكم كل الابواب المقفوله يا رب. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.